طريقة أيها الإخوة تقوم على الاستخفاف بالأئمة المتبوعين، وهذا واضح جدا في كتبهم وفي أعمالهم العلمية. أعمالهم مملوءة وطافحة بهذا الاستخفاف أيها الإخوة بالأئمة المتبوعين، من أمثال الأئمة الأربعة مثلا وأتباعهم العلماء المشاهير الأساطين الراسخين، يستخفون بهم أيها الإخوة، وهم ليسوا منهم في قليل أو كثير في العلم والصلاح والعرفان والعمل، لا يمكن أصلا أن يقاسوا بهم أو ينظروا بأمثالهم. وهذا معلوم للأمة، معلوم لعقلاء هذه الأمة والمخلصين منها أيضا، فهذه طريقة غير مرضية أيها الإخوة، فضلا عن أنها طريقة لا تشيع التسامح والتواضع بين أتباعهم. هم لا يتميزون بهذا التسامح، ليسوا متسامحين، إنهم غلاظ متعصبون وشداد وجفاة، كلامهم جاف وعاس وغليظ، مناهجهم كذلك أيها الإخوة. أتباعهم من العوام أو أشباه العوام بلا شك أكثر غلظة منهم وأكثر جفاء وأكثر قسوة، لا أحب أن أقول أكثر حماقة، يعربون أحيانا عن حماقات في التصرف والسلوك في بيوت الله وفي كل نادي ومكان أيها الإخوة. هذه طريقة لا تشيع التسامح ولا تشي بالتواضع أيها الإخوة، رأينا وفقط، رأينا وفقط. طريقة العلماء أيها الإخوة أنهم يعرضون الآراء بنزاهة وبموضوعية. العالم الذي يخشى الله تبارك وتعالى وغايته نجدان الحق يعرض لرأي الخصم كما يعرض لرأيه، ويستدل له كما يستدل الخصم لرأيه، لا يفرط، لا يخفي شيئا ويظهر آخر. وخاصة أن الخلاف في قضايا دينية، قضايا علمية فقهية وعقدية دينية يتعبد بها الله تبارك وتعالى، فلا بد في كل أولئكم من الصدق والإخلاص وطلب الحق لوجه الله تبارك وتعالى. ونحن جميعا نعلم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قد أوسع على هذه الأمة باختلاف أئمتها ومجتهديها، هذا من السعة، والنقول لا يتسع لها المقام أيها الإخوة لنؤكد هذا المقرر، فهو مقرر على كل حال، إنه من السعة وليس من الضيق. وقد قال إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه: اتفق العلماء، أو قال أجمع، على أن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. مسألة وقع فيها الاختلاف، اختلفت فيها الأنظار، انتهى. الله لا يعذب أيها الإخوة من اتبع هذا العالم دون ذاك، أو ذاك دون هذا، الكل في سعة، الكل في سعة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا القبيل من الناس يريد أن يفهم الناس أنكم إن لم تتبعونا تعرضتم للهلاك. أنا لو أحدثكم حديث الخرص والتظني، وإنما حديث العلم والتحقيق والبحث الدقيق من مشاهير هؤلاء، ولا أحب أيضا أن أوحش القلوب فأقع فيما أنهى عنه أيها الإخوة، من مشاهير هؤلاء، من أعلام هؤلاء، من أئمة هؤلاء، من دعي فيه أنه شيخ الوجود، هم يحاربون الغلو ويغلون في علمائهم وأئمتهم، لم يقولوا حتى شيخ الإسلام الآن، شيخ الوجود. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه قرأنا له وقرأنا له الكثير، مندلع ومندلق ومبالغ ومغال ومولع بالتكفير